وزيارة القبور تنقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله تعالى بأهلها، بحيث يجعلهم وسائط، أسألك بحق فلان، فهذا أيضا محرم وقد يكون شركا أكبر. والقسم الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، فهذا أيضا ينهى عنه، لأنه قد يزور القبور فيدعو الله عز وجل عندها فيستجاب هذا الدعاء، ويظن أن سبب الإجابة أنه دعا عند صاحب القبر، وحقيقة الأمر أن الله عز وجل أجابه عنده لا به، يعني عند القبر لا بالقبر. والقسم الرابع من أقسام زيارة القبور أن يزور القبور ليدعو الله ليدعو لأهلها. والقسم الخامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار. فهذه خمسة أقسام من أقسام زيارة القبور.